إذا مشاهدينا الكرام عبر شبكة قدس الإخبارية سعتم أوقاتا إلى هذا البث المباشر عبر شبكة قدس الإخبارية من منطقة شارع الأرصاد في الجبل الشمالي في مدينة نابلس. جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوة خاصة إسرائيلية اقتحمت منطقة الجبل الشمالي قبل قليل، منطقة شارع الأرصاد بقوة خاصة إسرائيلية في البداية، من ثم بعد ذلك اقتحمت عشرات الآليات العسكرية هذه المنطقة حيث نحن نتواجد في هذه اللحظات. والآن هو عملية محاصرة لبناية سكنية فلسطينية في هذه المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر هذه البناية ويقوم بأعمال تفتيش داخل المنازل في هذه البناية السكنية. مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الآليات العسكرية الإسرائيلية المصفحة لهذا المكان. قبل قليل سمعنا صوت انفجار وصوت طلقات نارية في محيط الموقع الذي نتواجد به في هذه اللحظات هنا في منطقة شارع الأرصاد. هذا الاقتحام بدأ قبل 20 دقيقة تقريبا من هذه اللحظة، حيث في بداية الأحداث وحسب شهود عيان أن قوة إسرائيلية خاصة بسيارة مدنية اقتحمت هذا المكان. بعد ذلك تلا هذا اقتحام من قبل الآليات العسكرية الاحتلالية لهذا الموقع وتنفيذ عملية محاصرة لأحد البنايات السكنية. طبعا تعزيزات إضافية عسكرية وصلت إلى محيط هذا المكان قبل قليل لمساندة الوحدة الخاصة والقوة الخاصة المتواجدة. على ما يبدو أن هناك محاصرة لمواطنين داخل هذه البناية، لكن ننتظر أن تتضح الصورة ونعرف تفاصيل هذا العدوان وهذه العملية العسكرية في هذا المكان. قناصة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في محيط هذه المنطقة، ونكاد نشاهد جنود وقناصة الاحتلال الإسرائيلي على هذا المنزل. إذا كنتم تشاهدوا جنود الاحتلال الإسرائيلي المقتحمين لعدد من البنايات المحيطة في هذا الموقع، حيث نحن نتواجد في منطقة شارع الأرصاد في مدينة نابلس. الإعلام الاحتلال يتحدث عن مهمة كما وصفها لجيش الاحتلال وقوة اليمام الإسرائيلية في مدينة نابلس في هذه اللحظات. هذا الاقتحام سبقه في ساعات الفجر الأولى اقتحام مشابه في ساعات الفجر الأولى لمنطقة البلدة القديمة في مدينة نابلس، حيث اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من المنازل والبيوت في منطقة البلدة القديمة في ساعات فجر هذا اليوم. كان هناك أعمال تفتيش وتخريب لمحتويات بعض المنازل في حارات في منطقة حارة الحبلة في البلدة القديمة. ربما نشهد انسحاب أو لا زالت آليات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في هذه اللحظات، لكن هناك حركة لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذا المكان دخولا وخروجا من وإلى هذه المنطقة التي نتواجد فيها في هذه اللحظات. إلى غاية هذه اللحظة لا يوجد تفاصيل دقيقة إذا ما كان هناك حالات اعتقال أو من إذا كان هناك محاصرة لأشخاص معينون، لكن إعلام الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن نشاط تخريبي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة في مدينة نابلس، ونشاهد حركة الآليات العسكرية في هذه اللحظات مستمرة في محيط هذا المكان. انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات.
انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات من محيط هذا المكان، لكن مواجهات الآن بين الشبان وقوات الاحتلال أثناء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة الآليات العسكرية. انتهى هذا الاقتحام في هذه اللحظات، ننتظر المعلومات أو التفاصيل وحيثية هذا الاقتحام المفاجئ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة. الطواقم الطبية لا زالت تستنفر عملها في الميدان في هذه اللحظات خشية وقوع إصابات بسبب هذه المواجهات أثناء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محيط هذه المنطقة ومن منطقة الجبل الشمالي. نحن أمام البناية السكنية التي تم محاصرتها في هذا المكان، لكن إلى غاية هذه اللحظة لم تتوفر لدينا معلومات كافية حول إذا ما كان هناك حالات اعتقال أو من تم اعتقاله في هذا الاقتحام الإسرائيلي للموقع، لكن الحديث يدور عن اعتقال مواطن ربما، لكن نحن بصدد التأكد إذا ما كان هناك بالفعل حالة اعتقال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه العملية العسكرية وهذا العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس. انتهى هذا الاقتحام بالفعل في هذه اللحظات هنا في مدينة نابلس في منطقة الجبل الشمالي. نحاول الوصول إلى المنزل الذي تم اقتحامه ومحاصرته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وما خلفه هذا العدوان العسكري وهذا العدوان الاحتلالي على هذه المنطقة حيث نحن نتواجد. نحن الآن أمام المنزل الذي تم اقتحامه ومحاصرته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن بصدد الدخول للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا العدوان، آثار القنابل التي استخدمها